أعلن رئيس قطاع الشركات السياحية ورئيس الهيئة العليا للحج والعمرة مجدي شلبي نتائج قرعة الحج السياحي. وخلال مؤتمر صحفي أشار شلبي إلى أن إجمالي عدد الحجاج وصل إلى أكثر من 120 ألف حاج، لافتا إلى أن العام الحالي شهد زيادة في أعداد المتقدمين بلغ 36 ألف تأشيرة. قرعة الحج السياحي السنوية للعام الهجري 1439 أجريت بنظام الاختيار الإلكتروني بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والشركات وغرفة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة. الإجراءات الحمد لله كلها تمت على خير ما يرام. تبدأ بعد النهاردة بقى تبدأ مرحلة التنفيذ اللي هي حجز السكن بقى والترتيبات الفنادق والمشاعر في منى وعرفة والتغذية والطيران. تبدأ بقى المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التنفيذ. مرحلة التنفيذ برضو احنا عندنا لجان في مكة والمدينة بتتابع، لان لازم نتأكد من البرنامج نفسه مطابق للي هو قدمه للحج نفسه بالعقد، لان احنا الضابط عبارة عن عقد بين الحج والشركات حتى الحج يضمن حقه والشركة كمان تضمن حقها. العام الحالي شهد زيادة في أعداد المتقدمين للحصول على التأشيرات البالغ عددها 36 ألف تأشيرة إلى أكثر من 120 ألف متقدم، بزيادة بلغت 15 ألف طلب عن العام الماضي. يروح المواطن لشركة السياحة بالبطاقة والرقم القومي وهيتقدم للشركة، ولازم يكون معاه جدية الحجز حسب البرنامج اللي هو عايز يطلعه، هيطلع حج 5 نجوم او 4 نجوم او بري او اقتصادي، فلازم يكون معاه بقيه المبلغ بتاعه عشان يكمله لجديه الحجز. يعني اللي لم يحالفه الحظ، نتمنى ان شاء الله العام القادم ان هو يكون ليه الحظ، هيرجع لغرفه الشركات يسترد المبلغ بتاعه. وشهدت قرعة هذا العام إقبالا أكبر من الأعوام الماضية، ثقة في الضوابط والقوانين التي أعدتها الحكومة حماية للحجاج وتسهيلا على الشركات.